أسامة، إيه اللي بيفرق النادي الأهلي عن بقية الأندية أو المنافسين يعني في حالة الفوز أو الهزيمة؟ لا، النادي الاهلي مؤسسه يعني منتظمه طول عمرها، من ساعه ما النادي انشئ ليه ثوابت ماشي عليها. زي ما شريف قال، ما فيش فرقه في الدنيا او اي حتى شركه اي حاجه الا غير لما على قد النجاحات اللي بتبقى موجوده اكيد بيحصل بعض الاخفاقات احيانا، لانك انت برضو في النهايه ما بتلعبش لوحدك، يعني اكيد برضو في منافسين بيجيبوا مدربين وبيصرفوا وعندهم ادارات وعندهم اجهزه وعندهم برضو، لكن المهم ان انت في المجموع انت اللي ماشي بطريقه اصح طول عمرك، انت اللي ماشي على خطى ثابته الناس توارثتها عبر السنين الطويله، من حيث عدم التدخل مثلا من الادارات في شغل الاجهزه الفنيه، كل واحد بيبقى عارف دوره في الاجهزه الفنيه، ما فيش التخبط اللي بيحصل في فرق كتير داخل مصر او في الوطن العربي عامه. امكانيات ماديه انت بتعرف تستثمر وبتعرف تجيب ظروفك الماديه افضل من انديه كتير جدا، عندك كل مقومات النجاح، وعندك بتصلح نفسك تملي، يعني صحيح. تملي بتعدل من ادائك حتى وانت كسبان على فكره، يعني ما فيش سنه بنكسب فيها او نخسر فيها الا غير لما بيحصل بعض التعديلات باضافه لعيبه جديده عندها دوافع جديده، المراكز اللي بتبقى ناقصه عندك او اللي حصل فيها عجز اثناء الموسم لاي اسباب بتبتدي تدور عليها، كل الامور دي بتخلي النادي الاهلي هو اللي على مقدمه الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، انه عارف هو بيعمل ايه في كل اساليب الاداره، زي ما قلت لك صحيح. انه كل واحد عارف دوره، صحيح. الامكانيات الماديه متوفره، الاجهزه كل واحد عارف امكانياته ايه، كله بيعمل لمصلحه النادي الاهلي. كله بيعمل المصلحه في صحيح. الاخر. ف يعني نتمنى التوفيق وان شاء الله طبعا اكيد النادي الاهلي هيضيف اضافات جديده للعيبه تكمل مع اللعيبه اللي هتبقى موجوده بإذن الله. لمزيد من البطولات ان شاء الله، يعني بإذن الله رب العالمين.